جيد. اليوم احنا في هذا اليوم بعد انا اعتقد بعد زيارة البابا الى العراق كانت هناك طفرة نوعية في قدوم السواح الاجانب وتحديد السواح الاوروبيين الى العراق، وبالتحديد في مدينة الناصرية مدينة اور العريقة. العراق يمتلك اثار تمتد الى الاف السنين قبل الميلاد، كل العالم له شغف الحضور والسفر الى العراق، لكن توجد بعض المعاناة، بل معاناة كبيرة، مو بعض معاناة كبيرة في العراق. نقص في البنى التحتية، تكاد تكون معدومة البنى التحتية في معظم محافظات العراق إلا محافظات الفرات الأوسط كربلاء والنجف. نوعا ما بحسب الزيارات الدينية في السنوات الماضية نرى أنه توجد فنادق، توجد أماكن تسوق، لكن في جنوب العراق مدينة البصرة، مدينة الناصرية، مدينة العمارة اللي تلك أهوار كبيرة وفريدة من نوعها في العالم، لا توجد بنى تحتية. إضافة إلى البنى التحتية اللي في بغداد نعتقد أنها لا تلبي مستوى الطموح قبال السواح الذين يأتون إلى العراق. بدأت في الشهرين الثلاثة والأربعة الماضية حضور نوعا ما جيد للسياحة الآثارية في مدينة الناصرية، لكن أرجع وأقول لك للأسف دون مستوى الطموح. اليوم بعد زيارة البابا كل العالم نظر إلى العراق نظرة بأنه مدينة أور اللي هي يعتبرها مولد نبي الله إبراهيم، انطلاق الرسالة النبوية لنبي الله إبراهيم عليه السلام، وبالتالي يوجد هناك شيء اسمه حج المسيح لإخواننا المسيح. في معظم دول العالم، في معظم الكرة الأرضية، تتوجه الأنظار إلى مدينة أور السياحية باعتبارها المكان الأثري الكبير والتاريخي والقديم في تاريخ الإنسانية. فكل الناس لها شغف الحضور إلى مدينة الناصرية بالتحديد، وكذلك مدينة الموصل ومدينة بغداد وكربلاء والنجف والسليمانية وأربيل، لكن بالتحديد جنوب العراق فقير جدا إلى البنى التحتية، ما أقصد كفنادق وكأماكن تسوق وكأماكن نقل. هذا بعد ننتظر من الحكومة أن تعالج وتنظر بنظرة ثاقبة وبأهمية لهذا الموضوع. طيب سيد.